انذار الطاعة ودعوى النشوز. يعني ايه انذار طاعة؟ يعني ايه دعوى نشوز؟ ايه اللي بيتم في انذار الطاعة؟ دعوى النشوز اذا اتحكم لك بيها الزوجة وموقفها ايه؟ ده اللي حابب ابينه النهاردة، لان في شوية لغط كده حوالين النشوز ده بالذات. معنى ايه؟ بيتم ايه؟ الزوجة بيحصل لها ايه لو بقت ناشز؟ ده اللي هوضحه النهاردة. اول حاجة انذار الطاعة، ده بيحق للزوج توجيه انذار طاعة لزوجته في حالة ان هي خرجت من منزل الزوجية بدون عذر شرعي أو قانوني يبيح لها ذلك وبدون إذن من الزوج. فإذا هي خرجت من منزل الزوجية، من حق الزوج إن هو يوجه لها إنذار طاعة. فبعد ما بتستلم إنذار الطاعة اللي هو الإعلان الفعلي، إما بترجع لمنزل الزوجية أو بتعمل اعتراض على إنذار طاعة في خلال 30 يوم. طيب إذا ما رجعتش منزل الزوجية أو ما قدمتش اعتراض على إنذار طاعة في خلال 30 يوم، هنا بتكون ناشز. دعوى النشوز، دعوى النشوز الزوج بيرفعها على زوجته في حالة إذا استلمت إنذار الطاعة وما عملتش اعتراض في خلال 30 يوم، أو اعترضت على الطاعة والاعتراض اترفض والاستئناف اترفض. هنا من حق الزوج إنه يرفع دعوى نشوز على زوجته، وهنا القانون بتوقف نفقتها من حين وقت ما بقت ناشز لحين ما ترجع تاني لبيت الزوجية أو لطاعة زوجها. طبعا مستحقاتها التانية موجودة، لكن دعوى النشوز الزوج من حقه يرفعها إذا الاعتراض اترفض أو كان الزوجة ما عملتش اعتراض في خلال الـ30 يوم. 5 نقط سريعة عايز أبينهم بخصوص كلمة نشوز أو ناشز. أول حاجة، الست لما بتكون ناشز مفيش حاجة اسمها مش من حقها تتجوز لمدة 5 سنين ولا الكلام ده كله، حقها تتجوز عادة خالص. الكلمة دي اختراع مصر أصلا من عندنا، مفيش حاجة اسمها بتتوقف عن الزواج 5 سنين، ده مش موجود. تاني حاجة، مفيش حاجة اسمها الزوج ياخد زوجته بيت الطاعة بالعافية ويجيب لها حصيرتين وأوضة والكلام ده، ده موجود بس في الأفلام، في الواقع الكلام ده مش موجود خالص. تالت نقطة، الزوجة من حقها إن هي تعترض على مسكن الزوجية اللي الزوج مقدمه، وهنا بتنزل لجنة بتعاين منزل الزوجية وبتشوف هل المنزل ده فعلا ينفع يكون منزل زوجية ولا لأ. الاعتراض هنا لازم يكون فعلا لأوجه، مش بس بتعترض على منزل الزوجية وخلاص، لأن اللجنة بتنزل وبتعاين، فلازم يكون الاعتراض هنا مقبول أو هيترفض من الزوجة. حضرتك ممكن تدخلي في طاعة زوجك أو تسلمي نفسك لزوجك بكل سهولة، مفيش أي حاجة بتتكلم في إن ما ينفعش وإن لازم مش عارف إيه، مفيش الكلام ده. ممكن تسلمي نفسك للقاضي في الدعوة، تسلمي نفسك إن أنت تدخلي في طاعة زوجك أو من خلال إنذار. لكن أي حاجة تانية يعني الموضوع سهل، ما تصعبوش على نفسكم. 5 حاجة، إن في حالة الاعتراض، في حالة رفض الاعتراض على إنذار الطاعة وإقامة دعوى النشوز، هنا بيتوقف نفقتها من حين إقامة دعوى النشوز، بتوقف نفقتها مؤقتا لحين الدخول تاني في طاعة زوجها. ده إنذار الطاعة ودعوى النشوز، ده الواقع العملي اللي موجود، مش في الحاجات اللي بنشوفها والكلام الكتير اللي بيحصل في دعوى النشوز ده، كلام غير صحيح، كلام كتير أوي غلط. دعوى النشوز ببساطة إن الزوج بيقوم دعوى النشوز على زوجته عشان هي خرجت من بيت زوجها بدون عذر شرعي، والدعوة الاعتراض بتاعها اترفض، وهنا بتوقف نفقتها لحين ما ترجع تاني على بيت زوجها. دي كل القصة باختصار. شكرا ليكم، سلام عليكم.